السلام عليكم أصحابي وأحبابي من مدينة الجمال والطبيعة الخلابة من أستراليا. أحب أقدم لكم هذا الفيديو، ويا رب يا رب يا رب ينول إعجابكم، وعجبكم أو مش عجبكم يا ريت لايك وشير علشان في فيديوهات تانية هتعجبكم كتير هنوريكم بعد كده واحنا بنعمل دايفنج وننزل مع اسماك القرش وناكل اسماك القرش، وهنوريكم واحنا بننط من الباراشوت من سما استراليا الجميله. بجد مناطق هنا جميله قوي وخلابه، خليكم معانا واستمتعوا، يا رب يعجبكم. بسرعة عشان مش قادر اخد نفسي، مشينا ماشي كتير اوي النهاردة، نزلنا لنا بتاع حوالي 10-15 كيلو. يا رب في النهاية الفيديو يعجبكم، ويا ريت يا ريت يا ريت اللي من استراليا ويعرف احنا فين يكتب لنا ويقول لنا ويخمن احنا فين، واللي من خارج استراليا لو في اماكن تانية عاجباه يقول لنا واحنا نروح ونصور له هناك ونوري له جميع المناطق هناك، ويا رب تنول اعجابكم. استراليا بجد بلد جميلة، بلد سحر، كل واحد في حاله، كل واحد بيمارس هوايته وطبيعته زي ما هو عايز، كل واحد بيستمتع بطريقته، ما فيش حد بيرخم ولا بيغلس على اي حد مادام كل واحد في حاله. بلد فري، هنوريكم دلوقتي شط من اجمل شواطئ استراليا. استنوا بس معانا،
فينكم يا اهل اسكندريه؟ اهل اسكندريه اللي هيحسوا بس بالجو اللي انا فيه ده وصوت البحر، يوم بيجنن بس الهواء ما شاء الله جديده النهارده. طبعا استراليا سبحان الله جواها متقلب جدا، ممكن تشوف الصيف والشتاء والربيع والخريف في نفس اليوم. طبعا في حاجات ممنوع الصيد، فعشان كده بيروح الصايع يعني. خلي بالك الحاجات الممنوعة من الصيد، وفي صيانات للحاجات اللي هي عادي ممكن تصطادها، وليك كام واحدة فيها، عشان هنا بيخافوا على الثروة السمكية جدا، بيحاولوا يحافظوا عليها رغم ان سبحان الله احنا جزيرة في قلب البحر ومفيش اكتر من السمك هنا، بس هم بيحافظوا جدا جدا على البيئة. وبصراحة عندهم حق، وإلا لو محطوش قواعد كل الناس هتصطاد اللي هي عايزاه، وفي حاجات هتنقرض مع الزمن، أو في حاجات مش هتبقى موجودة في استراليا، هما مش عايزين الكلام ده. طبعا المية النهاردة عالية جدا، عشان دايما يعني لو جيت في أي يوم في السنة تلاقي هنا الصخور باينة، المية بعد المنطقة دي لما بيبقى الهواء عالي بعد الصخور بتتملي هنا.
طبعا عشان النهاردة هوا جديد، وكمان في نص الأسبوع مش في الويك إند. بس لو جيتوا في الويك إند بتلاقي الشط ده مفيش مكان تقعد حتى عليه، ولا حتة من الرملة تلاقيها علشان تقعد عليه. بس النهاردة فاضي جدا عشان ده وقت كمان قرب على الناس تجيب ولادها من المدارس، بيبقى صعب جدا تلاقي حد في الوقت ده، خصوصا ان الجو حر جدا رغم ان هوا شديد جدا. فالناس ما بتحبش قوي جو زي ده انها تنزل على الشط، بس دايما هنا في الويك اند بتلاقيه زحمة جدا جدا. خليكم معانا، هحاول نروح الناحية التانية من الشط ونتفرج سوا على الناس، والناس جاية على الناحية التانية فوق على الممشى، اللي بيعمل اكسرسايز واللي بيتمشى. خليكم معانا.